على الموافقة أو احتال عليه حتى أجريت له العملية دون علمه ودون موافقته، فهل يعتبر هذا عقوقا بوالده يأثم عليه، علما أن الدافع له محبته لوالده وطمعه في شفائه مما يعاني من مرض؟ ولو فرضنا وحصلت وفاة نتيجة هذه العملية التي تسبب فيها ابنه، فهل يلحقه إثم بذلك أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تذكر أيها السائل أن والدك أصيب بمرض ويحتاج إلى عملية جراحية ولكنه لا يرغب في ذلك، وأنك ألححت عليه أو احتلت عليه حتى أجريت له، فهل عليك بذلك إثم؟ لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، لأنك تريد له الخير وتريد له المصلحة ولم ترد به الضرر، فلا حرج عليك في ذلك، بل أنت محسن ويرجى لك الأجر إن شاء الله. وحتى لو توفي من أثر هذه العملية، ما دامت أنها عملية جارية مجراها الطبي ولم يحصل فيها تفريط والطبيب من أهل الخبرة، توافرت الشروط، فلا حرج عليك في ذلك لأنك محسن. الله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. بالمناسبة، لو بالنسبة للأطباء الذين يجرون هذه العمليات، لو فرضنا ومات أحد المرضى بين أيديهم وهم يجرون العملية بسبب هذه العملية، ألا يلحقهم في ذلك شيء أو يلزمهم كفارة؟ إذا حصل منهم تفريط نتج عنه وفاة الشخص أو كان الطبيب لا يحسن إجراء العملية، نعم، إنه يتحمل في هذا ويكون عليه مسؤولية، يكون عليه الكفارة والدية أيضا على عاقلته، أن هذا يعتبر من قتل الخطأ. أما إذا كان الطبيب مثلا خبيرا بإجراء العملية وحالة المريض تتحمل هذا الشيء ولم يحصل تفريط، إنه لا حرج عليهم في ذلك ولا وليس عليهم ضمان ولا كفارة. نعم. لو كان هناك تفريط وكانوا أكثر من واحد، يعني مثلا طبيب ومعه مساعده أو مساعدان، هل يلزمهم جميعا هذه الكفارة؟ إذا مثلا وجبت كفارة أو ضمان في حالة إجراء العملية، فإن هذا يتناول كل المشتركين فيها المباشرين، نعم، مباشرين لها. إذا كانوا اشتركوا في مباشرة العملية، فإنهم يشتركون فيما يترتب عليها من الضمان والمسؤولية. جزاكم الله خيرا.